وانت لوحدك شفايفك بتتكلم، يا رب يسوع المسيح ارحمني يا خاطر، قولها بصوت انت تسمعه. ولو في وسط ناس قلبك هو اللي بيصليها، انا نائمة وقلبي مستيقظ، قلبك كأنه نبضات القلب او حركات التنفس كأنها ماشية مع المقطعين بتوع الصلاة. يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني انا الخاطئ. لكن هذه الصلاة الدائمة تحتاج منك تدريب. طبعا بمشورة اب اعترافك تقدر تصلي هذه الصلوات، وتقدر شوية بشوية تزيد وياك، وتقدر تبقى مركز وانت بتقولها. وطبعا لانها مش عايزة اضاءة عشان قراية، مش عايزة نور علشان هتقرا انت حافظها، فممكن تصليها في ضوء خافت او على ضوء شمعة. وتصلي هذه الصلاة وانت تحاول انك تكون مركز. في الاول طبعا الامور مش هتلاقيها مواتية وياك، لكن استمرارك في هذه الصلاة سيملأ قلبك فرحا. وابتدي جرب. ومن العذراء لما بنقول لها او الملاك بيوصفها بانها الممتلئة نعمة، يعني هي النعمة دي جت منها، جت عندها منين غير انها كانت انسانة تجاهد في الصلاة، في الصلاة الروحية. ميزة هذه الصلاة ايضا انها مش عايزة منك تعليم، ولا عايزة منك تمسك كتاب ولا اي شيء خالص. احيانا الناس يمسكوا السبحة يعلموا عليها العدد بتاعها، اعمل اي وسيلة تلاقيها مناسبة. يقول لنا بعض الاباء ليس هناك فضيلة من الفضائل تشبه فضيلة مداومة الصلاة والتضرع باسم ربنا يسوع المسيح في كل وقت. ويكمل الاباء وهم بيشرحوا يقول لك اما في العزلة بالشفتين، يعني وانت لوحدك شفايفك بتتكلم، يا رب يسوع المسيح ارحمني يا خاطر، قولها بصوت انت تسمعه. ولو في وسط ناس قلبك هو اللي بيصليها، انا نائمة وقلبي مستيقظ، قلبك كأنه نبضات القلب او حركات التنفس كأنها ماشية مع المقطعين بتوع الصلاة، يا رب يسوع المسيح ابن الله ارحمني انا الخاطئ. وبتكرار هذه الصلاة ستجد في داخلك فرحا، فرح. طبعا انتوا عارفين الامور الروحية مش زي الامور الميكانيكية اتك على زرار اللمبة تنور، لا مش كده خالص. الحياة الروحية عايزة استمرارية. ستجد نفسك تمتلئ فرحا. الحاجة التانية، ستجد نفسك حاجات من اللي كنت بتهتم بيها قعدت بتسيبها، ما عادتش من اهتمامك. يعني واحد مربوط بالتلفزيون، واحد مربوط بالنت، واحد مربوط بعادة الأصدقاء ويا أصدقائه باستمرار يخرج، هتلاقي الحاجات دي تقل شوية بشوية، بس استمر وداوم. فنمرة واحد تمتلئ فرحا، نمرة اتنين رباطات هذا العالم تلاقيها تخف، فيش حاجة تبقى ضغط عليك. نمرة تلاتة ده هيديك مزيد من وسائط النعمة انك تمارسها. ستجد الصوم حلو، ستجد تقدمك للأسرار حلو، سر الاعتراف والتناول، سر التناول، سر الاعتراف والتوبة وسر التناول، هتلاقي الأمور ده هي انت بقيت مشتاق ليها. فستوجد فيك الحنين والشوق للحياة الروحية. دول ثلاث فوائد أساسية للحياة، لهذه الصلاة الدائمة. ستمتلئ فرحا، فعلا تشعر جواك كده كأنك متهلل. ونمرة اتنين تقل وتخف رباطات اللي بتشغلك، حس كده ان العالم ده فيه امور هايفة كتيرة ملهاش لازمة، اهي شغلك وبس. ونمرة تلاتة تزداد شوقا للممارسات الروحية الاخرى. صلوا كل حين.